بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده ان شاء الله هنعرف خطوات تقديم تظلمات التموين للدعم الاستثنائي والسلع الشهرية. تظلمات التموين في عام 2022 في دعم استثنائي بدأ صرفه في سبتمبر الجاري شهر 9 اللي احنا فيه، وبعد ان اعلن فتح باب قبول التظلمات البطاقات التموينية لمن ظهرت لهم رسالة على بون الصرف. طيب المفروض الرسالة تجيلك ايه؟ المفروض الرسالة تجيلك بالشكل ده، يتم تم اضافة مبلغ كذا 100 جنيه او 200 جنيه او 300 جنيه كدعم تمويني اضافي لمدة 6 شهور، الحكومة مقدماه مجانا للأسر. طيب دلوقتي انا هشتكي لو تم كتابة في البون، لو بون الصرف مكتوب فيه رسالة مكتوب فيها مرتبات حكومية مرتفعة او امتلاك سيارة حديثة 2018 فاكثر، هنعمل التالي. اول حاجة بنخش على موقع التظلمات وهسيبه لكم في الوصف اسفل الفيديو، وبعد كده المفروض اول حاجة انت بتدخل الاول بتروح مكتب التموين وهتقدم طلب تظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة. بمعنى ايه؟ مثلا لو جات لك الرسالة على البون مرتبات حكومية عالية او معاشات عالية، يبقى انت كده ملزم انك تقدم بيان باجمالي مفردات المرتب بتجيبه من الشغل الخاص بيك. تقول لهم يا جماعه تروح شؤون العاملين وتقول لهم انا عايز مفردات مرتب من جهه العمل الخاصه بيه، وبعد كده هتصور البطاقه التموينيه وش وظهر اللي هي المرتب فعلها لكل فرد مدرج امامه مرتب حكومي عالي، يعني كل حاجه مكتوب عليها ان دي مرتب عالي يبقى لازم تصور البطاقه التموينيه الخاصه بيها لكل فرد. طيب اصحاب المعاشات بقى اللي ظهرت ليهم المعاشات العاليه بيقدم برنت من التامينات والمعاشات بقيمه معاشه الشهري وصوره البطاقه التموينيه المرد تفعيلها، يعني الحاجتين دول بس، برنت تامينات وصوره البطاقه التموينيه المرتب فعلها. اما بالنسبه لامتلاك سياره هتعمل ايه؟ هتدخل هتروح المرور وتجيب شهاده معتمده من المرور تفيد بان الفرد المدون امامه امتلاك سياره لا يملك سياره من عدمه، وتحديد نوع موديل السياره بحيث انها ما تزيدش عن 2018، وصوره البطاقه التموينيه معاك. بالنسبه لتظلمات استهلاك كهرباء عاليه يتم تقديم بيان معتمد من شركه الكهرباء، هتروح شركه الكهرباء وتقول لهم انا عايز بيان معتمد يفيد متوسط استهلاك الشهري، او احضار ايصالات الكهرباء لصاحب البطاقه تفيد متوسط استهلاكه الشهري، يعني تجيب ايصالات شهر كامل وتجمعها وتوديها مع صوره البطاقه التموينيه المرتب فعلها وتوديها لشركه التموين او مكتب التموين الخاص بيك. اما تظلمات استهراق فاتوره محمول عاليه بيتم احضار فواتير معتمده من شركه المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقه او بيان معتمد من شركه المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري او صوره البطاقه التموينيه برضو المرتب فعلها. اما تظلمات الحيازه الزراعيه بيقوم المواطن بتقديم شهاده معتمده من الجمعيه الزراعيه، يروح الجمعيه الزراعيه يقول لهم انا عايز شهاده معتمده من الجمعيه الزراعيه اللي عندكم الى جانب صوره البطاقه التموينيه. طبعا توضح الشهاده المعتمده دي بتوضح مدى حيازته لارض زراعيه من عدمه ومساحه الحيازه قد ايه، بحيث انك انت يبقى انت قدمت جميع الاوراق المطلوبه عشان تظلم. يعني من الاخر لازم تروح مكتب التموين معاك اول حاجه صوره البطاقه التموينيه وش وظهر، تاني حاجه مثلا بيقول لك مرتبات حكوميه عاليه تجيب مفردات مرتب، بيقول لك مثلا بالنسبه لاصحاب المعاشات بيقول لك معاشك عالي تجيب برنت تامينات، الى جانب طبعا صوره البطاقه التموينيه دي ثابته وش وظهر مع كل جميع التظلمات، لازم تصور البطاقه التموينيه وش وظهر. الى جانب بقى مثلا بيقول لك انت بتمتلك سياره مثلا 2019 2020 يبقى لازم تروح تجيب شهاده معتمده من المرور تفيد بان ايه بتمتلك سياره او لا، وكمان بتمتلك سياره نوعها ايه وموديلها كام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وعمل اعجاب للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.